منه وفضلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم تصحيح التلاوة. والحقيقة نحن بدأنا منذ حلقتين بجزء عما، وهذا طبعا لأحبائنا الصغار، يعني يروق لهم أن يشاركوا فيه ويقرأوا من الصفحة التي نقرأها والسورة التي نحن بصدد قراءتها. قراءتنا اليوم إن شاء الله تعالى من سورة عبس وتولى، بل نقرأ هذه السورة اليوم إن شاء الله تعالى، سورة عبس وتولى. نأمل مشاركتكم إن شاء الله تعالى بعد، وسأفسح لكم مجال، لكن قبل أن نقرأ لابد أن نبين ما بقي عندنا من مدود، ونختم اليوم إن شاء الله تعالى درس المدود بمشيئة الله تعالى، لننتقل في حلقة غد إن شاء الله تعالى إلى موضوع جديد من موضوعات هذا العلم المبارك، نسأل الله أن يبارك لنا فيه. يقول الإمام ابن الجزر رحمه الله في باب المد: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبت. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وهذا شرحناه، البيت هذا أيضا تم شرحه. وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، المد الواجب المتصل أن يأتي حرف المد بعده همز في نفس الكلمة. النوع الثالث: وجائز إن أتى منفصلا، إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. خلاصة تقسيم المدود، أنا الآن يعني نلخص هذه المدود الفرعية كما يسميها العلماء. المد الفرعي أول هذه المدود: المد الواجب المتصل أن يأتي حرف المد بعده همز في نفس الكلمة ويمد 4 أو 5 حركات. مثله المنفصل الجائز المنفصل أيضا يمد 4 أو 5 حركات أن يأتي حرف المد وبعده الهمز في كلمة أخرى. لماذا هذا سمي واجب وهذا جائز؟ قلنا إن الواجب ما اتفق القراء على مده لا يقصره أحد، بينما الجائز بعض القراء يقصره بعضهم يوسطه. حفص من الشاطبية له التوسط، ولذلك قلت بالأمس إن المتصل والمنفصل كلاهما يسوى بينهما بالمد 4 أو 5 حركات. من المدود الفرعية أيضا التي تكلم عنها هنا في هذه في البيت الرابع، اللي هو المد العارض للسكون، مد العارض للسكون اللي قال عنه هنا: أو عرض السكون وقفا مسجلا. المد العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد ويليه حرف ساكن سكونا عارضا. المد اللازم ساكن حالين يعني في الوصل والوقف، هنا سكونا عارضا مسجلا يعني مطلقا، إذا وقفنا عليه سكن وإذا وصلناه بما بعده تحرك، فعندئذ يمد مدا جائزا ويسمى مد عارض للسكون، ويمد 2 أو 4 أو 6 حركات. في العارض للسكون حقيقة يستوي في العارض للسكون حرف المد أو حرف اللين. حرف المد مثل نستعين، يؤمنون، تعلمون، الأنهار، هذه كلها مدود عارضة، مد عارض للسكون يجوز فيه قصر أو توسط أو إشباع. أيضا إذا جاء بعد قبل حرف المد قبل حرف الحرف الساكن حرف لين، وهو الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبله، مثل خوف، لاحظوا: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. أيضا الياء هنا لينة ساكنة وقبلها فتحة، أيضا تمد مدا عارضا للسكون يجوز لي فيها 2 4 6. إن وصلناها بما بعدها فلا مد فيها، لأن الحرف اللين لا يمد إلا إذا جاء بعده سكون. من أنواع المد الفرعي أيضا كما قلت بالأمس مد الصلة، المد على هاء الضمير المفرد الغائب إذا وقعت بين حرفين متحركين، فإن كان بعدها همز فهي مد صلة كبرى وتمد 4 أو 5 حركات كالمنفصل تماما. به أن أيضا ويلحق بها هذه أنعام، وقالوا هذه أنعام وحرث، هذه مد صلة كبرى تمد مد منفصل. فإن لم يأتي بعدها همز مدة مدا طبيعيا
كما يقول في الحق سبحانه وتعالى: هذه جهنم التي كنتم توعدون، أو مثلا: إنه هو السميع البصير، تمد مدا طبيعيا. من أنواع المد الفرعي أيضا، ولم يذكرها الإمام هنا في هذه الأبيات لكنها مهمة جدا، مد البدل. مد البدل يا إخوة هو أن يأتي الهمز أولا ويليه حرف المد، أن يأتي الهمز أولا ويليه حرف المد، مثل: آمن الرسول، أوتوا إيمانا، أوتمنا، إيذا لي، إيتوني بكتاب. هذه مدود بدل، يأتي الهمز أولا ويأتي بعده حرف المد، مد بدل. فإن كان حرف المد، وسمي طبعا مد بدل لأن حرف المد أبدل من همزة ساكنة على قاعدة العرب التي تقول: إذا التقى همزان، الأول متحرك والثاني ساكن، فإن الهمز الساكن يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله. يعني أصل آمن أصل أأمن، أأمن همزتان متحركة وساكنة، الهمزة الساكنة تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها. حركة ما قبلها هنا فتح، إذا تبدل ألفا، بدل ما أقول أأمن أقول آمن. قال: هل آمنكم عليه؟ أو مثلا أوتوا، أصل أؤتوا، إئمان، إئذن، كلها همزات تبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس ما قبلها، فنقول: إيذن لي، إيتوني بكتاب، آمن الرسول، أوتمنا، وهكذا. هذا المد مد بدل، وهو مد مقدار حركتين لا ثالث لهما، حركتان عند حفص وسائر القراء، ما عدا ورش له ثلاثة البدل كما هو معلوم في روايته المباركة. هذا المد اللي هو مد البدل. الآن بقي عند هذه أنواع المدود يا أخوان، مد العرض للسكون كما قلت بأنواعه. العلماء أكدوا على مسألة، قالوا في قاعدة عند العلماء تقول: أقوى السببين يستقل بالمد. أوضح لكم هذه القاعدة بشكل سريع. الآن لو جينا نقول قسم المدود من حيث القوة، ترتب هذه المدود قوة وضعفا، قال العلماء: من حيث القوة والضعف أقوى المدود لازم، فما اتصل، فعارض، فذو انفصال، فبدل. أقوى المدود اللازم، ثم المتصل، الواجب المتصل، لأن هذه ستة هذه خمسة، فعارض المد العارض للسكون لأن 2 4 6، فذو انفصال فالبدل، المنفصل ثم بعد ذلك البدل. هذا من حيث القوة. الآن لماذا نتكلم عن قوة المدود وضعفها؟ العلماء يقولون: إذا التقى سببان، إذا اكتنف حرف المد سببان، فإنه يعمل الأقوى ويهمل الأضعف. مثل الآن مثلا الآن، كلمة الآن بالأمس قلنا إن فيها مد لازم كلمي مخفف، الآن، الألف إذا بتلاحظوا قبلها همزة وبعدها لام ساكنة، السكون بسبب السكون جاء المد هنا ست حركات، وبسبب الهمز مد بدل، فهل أعتبره بدلا أم أعتبره لازما؟ نقول: الأقوى يستقل بالمد، الأقوى يستقل بالمد. الأقوى هنا اللازم، إذن هو لازم لأن السكون أقوى من الهمزة بالنسبة لهذه الكلمة، فلذلك نمدها ست حركات ولا نقول هذه بدل تمد مقدار حركتين. مثال آخر على أقوى المدود: إذا جاء المد المتصل عارضا للسكون، وذلك أن يأتي الهمز متطرفا في آخر الكلمة، فعندئذ يكون مدا متصلا عارضا للسكون ويمد بمقدار أربعة أو خمسة أو ست حركات. مثاله: الوقف على يشاء، يخلق ما يشاء، هذه الهمزة الأخيرة سكنت سكونا عارضا، لا أعتبره عارض للسكون وأقول 2 4 6 لأن المتصل لا يقصر، ولا أغمطه حقه من الست حركات، فأقول هو يمد متصلا أربع أو خمس حركات، ويزاد عليه الوجه الثالث اللي هو مد لازم، مد عارض للسكون ستة، فيكون اسمه، يكون اسمه هنا مد متصل عارض للسكون ويمد بمقدار أربع أو خمس حركات أو ست حركات بسبب السكون العارض. هذه الحقيقة جولة وتطواف في المدود، وسامحونا أنه أخذنا خمس حلقات حقيقة، لكن المدود تستحق هذا. المدود مهمة جدا يا إخواني أخواتي في مقادير المدود، في ضبط المدود، حتى قال شيخنا رحمه الله ورحمة واسعة يوما ما وهو يدرسنا، قال: من انضبطت مدوده فاعلم أنه قارئ.
القارئ متى نحن نضبط القارئ؟ يعني نسمع بعض القراء مرة بيقصر المتصل، مرة بيوسطه، مرة بيقصر المنفصل، مرة هذا ليست قراءة. القراءة أن يكون القارئ قد قرأها على نسق واحد وضبط واحد، هذه هي القراءة. الآن كملنا باب المدود، وغدا إن شاء الله تعالى باب معرفة الوقف والابتداء. الوقف والابتداء بإذن الله تعالى سنبدأ به غدا، بعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. تابعونا لتعرفوا في الوقف والابتداء قضايا وأسس وضوابط مهمة جدا حقيقة، نتعلمها لنطبقها بإذن الله تعالى في قراءتنا، فتكون قراءتنا منضبطة بتجويد الحروف ومنضبطة بمعرفة الوقوف بحول الله تعالى. قراءتنا اليوم من سورة عبس كما قلت، تابعونا في القراءة لنستمع لقراءتكم بعد ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
أعاذنا الله وإياكم من الكفر والفجور، ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هنيئا لمن كان وجهه يومئذ مسفرا، وجوه يومئذ مسفرة مشرقة من الإسفار وهو الإشراق بعد الليل والعتمة، بينما ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. أعاذنا الله وإياكم منهم. نتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم، ومعنا الاتصال الأول من الأخ بهاء من الجزائر، الأخت سهام من الجزائر عفوا، عليكم. الأخت سهام السلام السلام عليكم، عليكم. تفضلي يا سهام اقرأي من أول عبسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وضح العين، فتنفعه الذكرى. فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. رقق الدال، وما عليك لاحظي الدال ألا مرققة، يزكى. تصدى تصدى. تصدى. نعم وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أحسن الله إليك يا كلا. سهام، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يعني ناخذ اليوم مقاطع قصيرة حتى يعني نشرك أكثر عدد ممكن من الإخوة والأخوات. جزاك الله خيرا، قراءتك ما شاء الله منضبطة الأحكام وجيدة، وأسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخت سهام، عندك سؤال؟ تفصل الاتصال. طيب معنا اتصال آخر، تفضلوا. نعم أخت سهام أيضا معنا، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، نعم حياكم تفضل، الله. مرحبا. من أين تقرأين؟ من أين تتصلين أنت؟ من الجزائر أيضا ما كلا شاء الله. إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة، أعوذ تقرأي لورش. بالله من الشيطان الرجيم. لم أسمعك يا شيخ. تقرأين لورش؟ نعم. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. لاحظي الراء المفخمة، انتبهي الراء المفخمة لا ترققيها. مرفوعة مطهرة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سترة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثره. من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره سبحانه ثم إذا شاء أنشره. أحسن الله إليك يا سهام، جزاك الله خيرا ما شاء الله، يعني ضابطة لأحكام ورش بارك الله فيك. لاحظوا هنا الهمزتان لما التقتا أبدلنا الهمزة الثانية وبعدها سكون فمدت ألفا مادية بمقدار 6 حركات. جزاك الله خيرا يا أخت سهام بارك الله فيك. معنا اتصال آخر، معنا محمد تفضل. السلام عليكم محمد. يا محمد. أيوه. نعم تفضل يا ابني اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كلا لما يقضي. أيوة كلا لما نعم، يقضي ما أمر. كلا لما يقضي ما أمر. انتبه يا محمد لمد الألف وبدون مد الياء. كلا لما يقضي ما أمر. كلا لما يقضي ما أمره ممتاز، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا الإدغام، الإدغام مع الغنة، وفاكهة وأبا. متاعا لكم فتح ولأنعامكم. الله عليك يا محمد، حسبك يا ابني، ما شاء الله تبارك الله. كم أبوي تحفظ؟ بقرأ أبوي من أخوك؟ أبوي أبوي أبوك. حياك وحيا الله أباك. السلام عليكم. يلا. السلام عليكم أبا محمد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الحبيب، تفضل. فإذا جاءت الصاخة، وهذا مد لازم، كلمة مثقلة لمدة 6 حركات. نعم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. نعم نعم صحيح. وصاحبته. وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. جزاك الله خيرا يا أبا محمد وبارك فيك، ما شاء الله تبارك الله. يعني وأنا أهنئك على هذه يعني العناية بهذا الولد، أسأل الله أن يبارك لك في ولدك وذريتك ويجزيك الخير كله. إذا لم يفر الولد من والده اليوم، ولم يفر الوالد من تربية ولده، لا يفر الولد منه هناك، بل الله سبحانه وتعالى هناك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أسأل الله أن يكرمنا جميعا بإلحاق ذريتنا بنا في جنات النعيم إن شاء الله تعالى. معنا اتصال. العنود من قطر، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا عنود، اقرأي من أول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. ضم الهاء يا عنود، ضم الهاء في وهو يخشى. وهو يخشى. أيوة. فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. جزاك الله خيرا يا عنود، ما شاء الله قراءة طيبة. كم تحفظين؟ 10 أجزاء. قلني بخلصها عنكبوت إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وإن شاء الله لا تقفي يا بنتي، استمري في الحفظ، وبنفس الوقت اجعلي لنفسك برنامجا في تمكين ما حفظتي. أسأل الله أن يبارك لك وتكملي حفظ كتاب الله عز وجل. نعم، معنا اتصال آخر.
معنا آية من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا آية اقرأي. يا شيخ المد العارض للسكون يعني ايش الأفضل المدة، يعني حركتين ولا أربع ولا ست؟ هو المد جائز لك أن تمديه حركتين أو أربع أو ست حركات، بعض العلماء يرتضي الأربعة، بعضهم يقول انه الافضل الاربعه. الحقيقه هو جائز مخير فيه، لكن ينصح انه اذا بدا بالقصر يستمر عليه، اذا بدا بالتوسط يستمر عليه، واذا بدا بالاشباع يستمر عليه. لا يقول مره في كلمه يقصر ومره كلمه يوسط ومره في كلمه يشبع، لا، يبدا من البدايه على القصر يستمر على القصر وهكذا. بعض العلماء، وقفت على بعض آراء العلماء، أنه يعني يقدمون التوسط، أنها يعني الوجه المقدم، ولكن الحقيقة الثلاثة وجوه صحيحة مقروء بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أحسنت يا آية، بارك الله فيك وشكر الله لك على اتصالك، ما شاء الله قراءة طيبة، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها. معنا اتصال آخر، أم محمد، السلام عليكم. أم محمد. نعم، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم، تفضلي اقرأي، متاعا لكم ولأنعامكم. يا شيخ جزاك الله خير، بس عندي ملاحظة يعني. نعم تفضلي. أنا يعني بحكم السن، كبر السن، فما أستطيع يعني ألم بالمدود وكل الأحكام حق التجويد، فهل يلزمني يعني علي إثم إذا ما، وصعوبة الحفظ؟ لا نعم، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. إيه الله يجزاك خير. يعني ملاحظة ثانية ورجاء أنه تعاد حلقات البرنامج لأنها دورة مكثفة، الله يجزاك الجنة إن شاء الله والدي ووالديك والمسلمين إن شاء الله. يعني بعد رمضان تقصدين يستمر إن شاء الله البرنامج؟ إن شاء الله أملنا بالله إن شاء الله يستمر إن شاء الله البرنامج إن شاء الله. أما بالنسبة للأحكام فأنت إن شاء الله تعالى قدر استطاعتك تطبقين قدر الإمكان، وفاتقوا الله ما استطعتم، يعني إنما العلم بالتعلم بالتدرج، أولا بأول بإذن الله تعالى تنضبط القراءة، ويعني تصبح قراءتك ممتازة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة غبرة وجوه يومئذ عليها غبرة. هذه في واو كمان ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أحسن الله إليك يا أم محمد، ما شاء الله أحكامك جيدة، تقولين يعني ما شاء الله يعني قدر الإمكان أحكامك، أحكام النون الساكنة، الغنان، المدود، حتى المدود بشكل عام جيدة، وإن شاء الله تعالى مع المتابعة بإذن الله تكون أجود وأفضل بإذن الله. إن الله ثم البرنامج الله يجزاك خير. الله يبارك فيكم، نسأل الله لك الخير والتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. معنا اتصال. أسماء من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أسماء اقرأي. فقط شيخ عندي سؤال بالنسبة إذا للمد العرض، يكون إذا مدينا حركتين اثنتين كيف نمد المنفصل؟ المنفصل لا علاقة له في العارض للسكون. المتصل أربع حركات أو خمسة، المنفصل أربع حركات أو خمسة، العارض للسكون حركتين أو أربعة. نعم. إذا سوينا الحركتين بالعارض للسكون. تمام. نمده طبيعي يعني نمده يبقى على مده أربع حركات أو خمس. نعم. لكن هنا في ملحوظة أنه إذا كان المتصل عارضا للسكون، نفس المتصل عرض له السكون فيدخل هنا عندنا يسمى متصل عارض السكون، زي ما مثلت قبل قليل مثل كلمة يشاء، فعندئذ لك أن تمديه أربعة أو خمسة أو ست حركات إن كنت يعني تشبعين العارض للسكون ست حركات تمدينه ستة يكون متصل. نعم. عارض للسكون. نعم. اما اذا كنت بتقصر اذا كنت بتقصر العارض للسكون يا بنتي فعندئذ تقرأينه باربع او خمس حركات ولا يلزمك ان تمديه ست حركات. نعم. نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. أيضا تحققي من ضمة الهاء أختي بارك الله فيك. وهو يخشى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن. انقطع الاتصال مع الأخت الفاضلة، بارك الله فيك، شكر الله لك على اتصالك وجزاك الله خيرا. نلتقي الآن مع الأخ حسان، السلام عليكم. وعليكم السلام. أي نعم يا شيخ حسان، أمس أنت قرأت؟ لا. أيوة قرأ أخوك، وأنت اليوم إن شاء الله تعالى دورك في القراءة، تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن شاء. أين الغنة؟ أين ذهبت بالغنة يا ابني؟ فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. لحد الآن أعطي إخفاء مع غنة. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره. ما أكفره. ما أكفره. ما
من أي بدون شيء، غنى، هذا إظهار لا تحتاج إلى غنى. من أي شيء خلقه؟ من أي شيء لا خلقه؟ تغن الإظهار يا حسان. من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلقه؟ هنا التنوين مع الخاء ما حكمها؟ شيء خلق غلط، شيء خلق هكذا، شيء خلق ما في غنى. من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة من خلق، نطفة، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. أحسنت يا حسان، بارك الله فيك وشكر الله لك، جزاك الله خير يا أمي على قراءتك. انتبه لأحكام النون الساكنة والتنوين، الغنة في موضعها. أخي هاك علما حازه غير خاسر، هذه حروف الإظهار لا غنة فيها، تنطقها تماما كما تنطق أي حرف دون شد أو مد أو غنة أو أي شيء من هذا القبيل. بينما بقية المواضع الإدغام بغنة، القلب، الإخفاء، هذه تحتاج إلى مزيد من الغنة والمتابعة. نعم، معنا اتصال. معنا مريم أيضا من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا مريم، اقرأي كلا لما يقضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لما يقض ما أمره. انتبهي للألف، انتبهي للألف، لما يقض ما أمره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا. أنت تقرأين لورش يا مريم؟ تقرأين لورش؟ نعم، استمري استمري. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. أشبع المتصل ضروري جدا، المتصل يشبع هنا لأن المتصل عند ورش ست حركات ليس أربعة. وحدائق غلبا. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. أيضا نفس الشيء، نفس الشيء، جاءت مدية ست حركات. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الفجر كفرة الفجرة. أعيد آخر آية مع المد المشبع ست حركات. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. أحسنتي، المخارج والصفات عندك هي ما شاء الله منضبطة، لكن اضبطي المد المتصل والمنفصل كلاهما عند ورش ست حركات لا أقل ولا أكثر. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. معنا الأخت بشرة من قطر أيضا، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي اقرأي. من وين؟ من بداية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
ضم الهاء شوية زيادة، ضم الهاء يا بشرى، انتبهي للضم والكسر، حرك الفم فيها حتى تنضبط بشكل جيد. أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى أيوه ويدعيك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. ضم الهاء جيدا، ضم الهاء، وهو يخشى. وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كراما بررة. كرام، لاحظ الكسر، كسر الميم، كرام برره. كرام بررة أحسنت يا بشرى، وكيلة. أحسنت يا بشرى. انتبهي للمخارج، عندك مخارج الحروف خاصة حروف المد، يعني حتى لا يخرج فيها الخيشمة هذه، لعل يكون فيها نوع من الشيء الخلقي عندك، لكن تحتاج إلى مراس وتدريب على المدود العارضة، الحروف المد بشكل عام. جزاك الله خيرا وشكر الله لك على اتصالك. معنا اتصال آخر. أم مهند، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أم مهند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. لاحظ الهمزتين يا أم مهند، ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا. لا تحركي التاء، فأنبتنا، فأنبتنا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أحسنت يا أم مهند، ما شاء الله عليك، تبارك الله. أنا بس أرجو أن تلتزمي بالمسألة، الوقف على الألفات حتى لا تخرج معها النفس، إذا خرج النفس مع الألف صارت هاء، يعني وفاكهة وأبا وأبا هكذا، وأبا ما نقول وأبا، وعنبا ونخلا ما نقول ونخلة، وهكذا. يعني والأحكام، والأحكام يا شيخ كيف الأحكام؟ ما شاء الله ممتازة، أحكامك ممتازة ما شاء الله يا أم مهند، لأني متابعة معك يا شيخ، ما شاء الله متابعة عليك، معك أسأل الله أن البرنامج يثيبك. من يوم ما بديته. نعم، الله يجزيك لا خير لا، يا شيخ. أحكامك ما شاء الله يعني ممتازة، وفقط هذا الملحوظ انتبهي له، عند الوقف على الألف لا يتنفس، لا تخرج النفس حتى لا يخرج هاء، تصبح هاء، لأن هذه يسموها ألف مطلقة. شكر الله لك على اتصالك، والحقيقة كان اتصال أم مهند هو الاتصال الأخير في هذه الحلقة، وعلى أمل اللقاء بكم غدا بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنعم الله.